أهلا بكم. الأسبوع الماضي أصدر التحالف العربي قرارا بإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية في حصار مطبق عقب إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه الرياض. قال التحالف بأن هذا الإغلاق هو لغرض تشديد التفتيش في المعابر اليمنية حتى لا تدخل أسلحة للحوثيين، على الرغم أن 80% من المنافذ اليمنية تسيطر عليها الحكومة والتحالف العربي. لكن السعودية وهي اللاعب الرئيسي في التحالف أعادت فتح بعض المنافذ بشكل جزئي لدخول المعونات الإغاثية. نتساءل هنا، لماذا يغلق التحالف كل الأبواب في أوجه اليمنيين؟ وهل لهذا الإغلاق ما يبرره؟ ولماذا يؤخذ شعب كامل بجريرة الحوثيين؟ وهل للسعودية مخاوفها من دخول الأسلحة إلى هذه الجماعة؟ وما الذي تغير حتى يعيد التحالف فتح المنافذ مرة أخرى بعد أسبوع على إغلاقها؟ نشاهد هذا التقرير وبعدها نتحدث ونناقش حول هذا الموضوع. كما كان متوقعا، فقد تواصلت الهزات الارتدادية العسكرية والسياسية جراء الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون إلى الرياض مستهدفين فيه مطار الملك خالد الدولي. فقد كثف التحالف من غاراته الجوية على مواقع للحوثيين في عدة محافظات يمنية، كما أعلن عن قراره بإغلاق كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية اليمنية وإجبار السفن الراسية في ميناء الحديدة على المغادرة، معللين ذلك بمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، ما دفع الأمم المتحدة إلى إصدار تحذيرات بأن اليمن سيشهد أزمة إنسانية لم يشهدها العالم منذ عقود. تداعيات هذا القرار كانت كارثية على المواطن اليمني الذي عاد للوقوف في طوابير محطات الوقود الطويلة، كما قفزت أسعار المواد الغذائية لتصل إلى مستويات قياسية تقدر ب200%. لكن بعد أسبوع من القرار عاد التحالف لفتح المنافذ اليمنية تدريجيا أمام المساعدات الإنسانية، وقالت الأمم المتحدة إنها تلقت رسائل بالسماح لها بتسيير سفنها نحو الموانئ اليمنية. ليبقى التساؤل عن جدوى إقدام التحالف على هذه الخطوة، لا سيما وأنه مع الحكومة الشرعية يسيطران على 80% من هذه المنافذ. حتى السفن التي تأتي إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين تخضع هي أيضا لعملية تفتيش من قبل قوات التحالف. من جانبه قال نائب وزير النقل في الحكومة الشرعية ناصر شريف إن إغلاق الرحلات الجوية إلى مطارات اليمنية يعد حصارا غير مبرر لشعب يعاني كل صنوف المعاناة، ولعل هذا ما يلخص الوضع الإنساني الذي تعيشه اليمن في ظل الحرب المستمرة منذ عامين. إذا مشاهدينا، سأناقش هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني. بداية دكتور عادل، هل يعد إطلاق الحوثيين لصاروخ باليستي باتجاه الرياض عذرا مقبولا أمام التحالف ليغلق جميع المنافذ اليمنية؟ أولا سيدي، إطلاق الصاروخ يأتي تحول نوعي في المنظومة الصاروخية الحوثي، وهذا أيضا يعكس فشل التحالف في عمليته العسكرية التي استمرت لأكثر من 3 سنوات والتي أيضا قرفت بشكل واسع في صف الشرعية ومكنت قوى الانقلاب من تطوير أسلحتها وقدراتها العسكرية، وهو إذ يدل أيضا على إخفاق كبير في عملية في سياسة التحالف واستراتيجيتها في المشهد اليمني. هذا الجانب. الجانب الآخر، أعتقد أنه المعالجة لهذه الحادثة هي كارثية على الشعب اليمني، على اعتبار أن إغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية في وجه شعب أيضا يتعرض لانتهاكات خطيرة وخروقات هائلة جراء الانقلاب وجراء ممارسات أيضا التحالف الذي أيضا مارس حصار واسع خلال 3 سنوات، مكن أيضا من الكوليرا والأمراض والآفات الكثيرة وخلق أزمة اقتصادية قاتلة في اليمن استمرت طيلة 3 سنوات لم يعالج ولم يسهم بشكل كبير في انتشار اليمن من مأزق الجوع والفقر والمجاعة التي أحدقت بها نتيجة سوء أيضا سياساتها في معالجة المشهد اليمني. أيضا يأتي في صدد هذه التحولات الكبيرة الحاصلة في المشهد اليمني، يضيف إليها هذا الحدث الكارثي وهو أعتبره أنا قطع عمد للحالة الاقتصادية في المجتمع اليمني، وبالتالي أعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يتدخل وفق هذه المنظومة التخريبية التي يتعرض لها الشعب اليمني سواء من جراء الانقلاب أو سياسة التحالف الفاشلة في اليمن. طيب الدكتور عادل، يعني التحالف العربي برر هذا الإغلاق وقال بأن هناك أسلحة تدخل إلى الحوثيين من إيران، إيران تقوم بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين ويقومون بتصنيعها وتطويرها، ومن ثم يهددون الأمن الإقليمي وأيضا يطلقون هذه الصواريخ إلى اليمن، أي بمعنى أن هذه المنافذ
يجب أن تحزم، يجب أن يشدد فيها الإجراءات لألا تدخل هذه الأسلحة للحوثيين. هل ترى بأن هذه الأعذار مقبولة ومبررة؟ يا سيدي هذا ليس جديد، طيلة 3 سنوات وهناك أسلحة وهناك اختراق أيضا للحدود اليمن للممرات المائية من قبل إيران، وأيضا تتواصل بشكل مستمر مع الحوثيين أمام مسمع ومرأة من التحالف. الحاصل هو حصار قاري ضد الشرعية، الجماعات التابعة أو الجيش الوطني التابع للشرعية هو الذي يتعرض لحصار من قبل التحالف. لم يتم خلال 3 سنوات تدريبه وتجهيزه أيضا لحل المشكلة في اليمن بما فيها الانقلاب أو كافة التعقيدات الموجودة المتعلقة بالإرهاب والميليشيات التي تستحدث بشكل كبير خارج إطار الشرعية أيضا بدعم مطلق من قبل دولة الإمارات، بمعنى أن هناك عمل تخريب تقوم به الإمارات داخل صف الشرعية مكن أيضا من دور كبير لإيران وأجندتها في اليمن. وبالتالي هنا الخطورة إخلال في العملية العسكرية في الداخل وإخلال في منظومة القوى والتوازنات داخل المجتمع اليمني بسبب أيضا إخلال في سياسة ومتابعة التحالف للعمل العسكري أو تدخلها لصالح أيضا الانقلاب. هذا جانب. أيضا حول مسألة السلاح كان هناك معالجات كثيرة تستطيع الدول التحالف الحد من تسرب الأسلحة إلى الحوثي، منها مثلا الميناء الرئيس التي يتدفق إليها الأسلحة وهي الحديدة. كان بإمكانها أن تحرك العملية العسكرية القريبة جدا من الحديدة، كان بإمكانها أن أيضا تشدد الحصار أمام هذا الميناء لا أن تغلق كل الأجواء والمنافذ، وخاصة أن عددا كبير يقبع تحت أيضا التحالف وتحت الموانئ التابعة للشرعية. وهنا أتساءل يعني ما الذي يبرر أن تغلق أو يغلق التحالف العربي للمنافذ التي تسيطر عليها الحكومة والتحالف وهي بالمجمل يعني ما يقدر ب80% من هذه المنافذ تحت سيطرتهم؟ هو نحن نستشعر أن هناك استهداف للحياة الاقتصادية برمتها في اليمن، هناك استهداف للروح المعنوية الكبيرة داخل المجتمع اليمني والتي أيضا تناضل من أجل استعادة الدولة واستعادة مؤسساتها والسير أيضا في طريق مستقبل مزدهر. أعتقد أن التحالف هو يستهدف هذه الروح بشكل أساسي من خلال الحصار المستمر خلال 3 سنوات مستمرة، ومن خلال التجريب الواسع داخل صف الشرعية، ومن خلال استحداث ميليشيات وأحزمة أمنية أيضا في الجغرافيا المستعادة. وبالتالي هناك عمل ممنهج منظم تقوده الإمارات لضرب أيضا هذه الروح التي بدأت تكبر وتنمو داخل المجتمع اليمني رغم كل الإرهاصات والتعقيدات الموجودة في المشهد المعقد في اليمن. إذن البعض يقول دكتور عادل بأن للسعودية والتحالف مخاوفها وأنها مبررة، يعني نتحدث لأنه ربما هناك اختراقات للمنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، ومن هذه المنافذ تدخل الأسلحة إلى الحوثيين ومن ثم يقومون بإعادة تصنيعها وتطويرها ومن ثم إطلاقها إلى سواء داخل اليمن في مأرب والجوف أو حتى باتجاه السعودية. مهما كانت المبررات ومهما كانت الذرائع لا ينبغي أبدا إغلاق كل المنافذ أمام شعب يصل تعداده إلى 25 مليون وأمام ظروف قاسية في المجتمع اليمني. الجميع والمنظمات الدولية والعالم كله يشهد بأن اليمن على شفا جرف نهار، هناك مجاعة تفتك بالشعب اليمني، هناك أمراض، هناك كوليرا أيضا تعصف بالمجتمع اليمني، هناك مخاطر يعني كارثية نتيجة أيضا لممارسات كثيرة وتعقيدات كثيرة في المشهد اليمني. إغلاق المنافذ البرية والبحرية لا يمكن قبوله أبدا، وهذه أيضا خارج عملية الحرب القائمة. وهناك أيضا منظمات وهناك أيضا الكونغرس الأمريكي أيضا أدان بشدة هذا العمل. أعتقد أنه العمل خارج تماما القانون وخارج أيضا المرجعيات ولا يستند لأي سند شرعي أو قانوني. إغلاق المنافذ هذا قتل عمد. إغلاق المنافذ البرية والجوية أمام شعب كبير أيضا يتعرض قلنا لحروب طويلة ولأزمات اقتصادية، عمل كارثي، عمل مدمر، عمل مزلزل لا يتحمله أيضا المجتمع اليمني المنهك جراء الحروب. طيب جدلية ميناء الحديدة الذي أشرت إليه قبل قليل والذي يسيطر عليه الحوثيون بطبيعة الحال، هناك اتهامات للحوثيين بأنهم يستغلون هذا الميناء لجني أموال طائلة تدعمهم في استمرارهم بالحرب، وأيضا التحالف العربي عبر إحدى المبادرات قدم مبادرة للأمم المتحدة بأن تقوم باستلام الميناء، يعني بدلا من أن يقوم التحالف العربي بالقيام بعملية عسكرية وتسبب بأزمة إنسانية، قال للأمم المتحدة بأن تتوجه لاستلام الميناء بدلا عن الحوثيين. هل ترى بأن هذا التحرك وهذا الضغط
ما هو إلا يعني نتيجة إصرار الأمم المتحدة على تزويد الحوثيين بالمواد الإغاثية عن طريق هذا الميناء قبل أن تستلمه؟ بلا شك هناك تقصير للمجتمع الدولي للأمم المتحدة. الأمم المتحدة تخلت عن واجبها الرقابي في الحديدة، وبالتالي هي أيضا تتنصل عن التزاماتها في محاولة أيضا لاستمرار لجعل هذا المنفذ أيضا مستمر لتموين أيضا الحركة الانقلابية بكل ما تحتاجه. هي تدرك تماما أن إغلاق هذا المنفذ وهذا الممر المهم الذي هو شريان حياة للانقلاب بلا شك سيقلب المعادلة في اليمن برمتها، وبالتالي هي تتنصل بشكل كبير عن التزاماتها وعن واجبها في هذا الجانب، وهي تتخلى بشكل كامل عن مسؤوليتها في هذا الممر. لكن هذا لا يعفي دول التحالف أن تقوم أيضا بإغلاق كل المنافذ البرية. كان بإمكانها أن تعقد أيضا هذه السيولة وهذا التدفق الكبير للأسلحة عبر هذا الممر. كان هناك أيضا وجود أيضا للتحالف في هذا الممر، وجود أيضا في عرض البحر للمراقبة التحالف لهذه السفن بشكل دائم خلال 3 سنوات. كان بإمكانها أن تفعل من أدواتها ومن أيضا مراقبتها لهذا الممر، وكانت هنا بإمكانها أيضا أن تقوي من صف الشرعية، أن تعيد الشرعية إلى المشهد اليمني، أن تسلحها بشكل كبير بما أيضا يحجم من دور الانقلاب وأيضا من تطور منظومته الصاروخية والعسكرية بشكل كبير. طيب يعني تحدث عن الأخطاء التي تقوم بها أو التقصير الذي يقوم به منظمات المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية باتجاه الميناء. على سبيل المثال مثلا في أغسطس الماضي دعا التحالف الأمم المتحدة لتقوم بإيصال معوناتها والإغاثية وأيضا المساعدات الإنسانية عن طريق ميناء الحديدة، وقال أن هذه الموانئ مفتوحة وجاهزة بدلا من أن تذهب إلى الحديدة وإلى أيدي الإنقلابيين. رفضت الأمم المتحدة. فهل ترى بأن هذا قيام التحالف العربي حاليا بهذه الحركة متذرعا بقيام الحوثيين بإطلاق صاروخ باليستي إلى الرياض هو الغرض الرئيسي أنه إيقاف ميناء الحديدة وأن يتجه أو تتجه الأمم المتحدة عبر مساعداتها إلى الموانئ الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة والتحالف؟ أنا أعتقد أنه مسألة الصاروخ هناك مبالغة كبيرة في حدث الصاروخ. الهدف منها التغطية على التحولات الجوارية داخل المملكة العربية السعودية. هناك عملية انتقال سلس للسلطة يراد دفعها باتجاه أيضا تمكين ولي العهد من ولاية العرش، وبالتالي هناك تحولات كبيرة، هناك اعتقالات، هناك موجة تغيرات هائلة داخل المملكة العربية السعودية. في خضم هذا العملية التحويلية تم أيضا إطلاق الصاروخ وأيضا استقالة الحريري. هناك تحولات كبيرة جدا دفعت بنقل المشكلة من جوهر المملكة ومن مركز الصراع إلى الأطراف، وبالتالي شغل ولفت أنظار الرأي العام السعودي والإقليمي إلى أيضا الأطراف، وبالتالي هناك عمل منظم لأيضا اختلاق أزمات في يأتي استثمار هذا الحدث في هذا السياق. لكن أعتقد أنه مسألة نقل الأمم المتحدة للمواد الغذائية إلى موانئ أخرى أيضا هناك إشكالية. أيضا تحمل مسؤوليتها التحالف في عدم توفير الأمن الكامل وبعدم أيضا عودة الشرعية بشكل كامل للمناطق الجنوبية وتمكين أدوات وميليشيات خارج إطار الشرعية. وهناك أيضا ميليشيات وحزام أمني ومعتقلات واسعة جدا تمارس عمل تخريبي واسع داخل المناطق تهدد الأمن والاستقرار، وبالتالي هناك قلق دولي جراء هذا العمل والكيانات الكبيرة التي أيضا تعمل خارج وتحرض خارج الشرعية في الجنوب. طيب في الجنوب بالذات والحديث عنها، لكن قبل ذلك عن التحالف، يعني مرت حتى الآن أكثر يعني أسبوع تقريبا حتى عاد التحالف لفتح هذه المعابر. يعني قالت الأمم المتحدة قبل يومين يوم الاثنين الماضي بأنها تلقت رسائل عبر بريدها الإلكتروني تفيد بمنحها تراخيص لإيصال مساعداتها إلى ميناء الحديدة. هناك أيضا طيران اليمنية الطيران الوطني قال بأنه بدأ بتسيير رحلاته يوم الثلاثاء الماضي رحلتين فقط، وهناك فتح جزئي. هناك أيضا منفذ الوديعة، المنفذ الوحيد الرابط بين اليمن والسعودية والذي كان يتنقل من خلاله الكثير من اليمنيين أغلق فقط لساعتين وتم فتحه. إذن لم يكن هناك إغلاق بالشكل الكامل كما يقول البعض، وإنما هناك إغلاق جزئي، وبدأ ودأت الحياة تعود إلى طبيعتها وبدأت المنافذ تعمل تدريجيا كما كانت في السابق. إذن ما الذي استفاده التحالف من قرار كهذا في البداية، يعني قبل أن يصدر هذا القرار وبعده الآن، ما الذي استفاد؟ هو حقيقة قرار أهوج.
وهو سار في هذا الاتجاه وأعلن قرار، لكن هناك تداعيات إقليمية ودولية وحتى على الداخل اليمني، هناك ضغوط، ضغط شعبي هائل في اليمن، هناك عملية اقتصادية تفجرت في اليمن بشكل طاغي ومؤلم وصادم لمشاعر اليمنيين فوق ما عانوه وفوق ما يعانوه، هناك ارتفاع وقفز للأسعار بشكل خيالي في اليمن، هناك أيضا انعدام للوقود، هناك ضغط شعبي هائل وحراك غير يعني مقبول داخل المجتمع اليمني تجاه هذا العمل الأهوج. أيضا هناك منظمات دولية والمجتمع الدولي يتحرك والأمم المتحدة وأيضا غير يعني هناك عمل منظم ضد هذا ويستهدف هذا العمل الذي ويدين هذا العمل حقيقة. المملكة العربية السعودية والتحالف يتعرض أيضا لهذه الضغوط الإقليمية والدولية وفي الداخل اليمني، وبالتالي تراجع عن هذه الخطوة وبدأ أيضا يحدث اختراقات وانفراجة في سبيل يعني معالجة ما أقدم عليه. طيب دكتور عادل وأيضا المشاهدين الكرام، نريد أن نستعرض هذا الإنفوغرافيك الذي يعرض معلومات عن أبرز المنافذ اليمنية سواء البرية أو البحرية أو الجوية. إذا من خلال هذا الإنفوغرافيك نتعرف على ما هي هذه المنافذ والمعابر اليمنية. إذن كانت هذه إطلالة سريعة على أبرز المنافذ والمعابر اليمنية. إذن قلنا هناك حوالي 4 منافذ يمنية باتجاه السعودية والتي غالبيتها تخضع لعمليات عسكرية، ولا يستطيع المواطنون بطبيعة الحال أن يتنقلوا بين الدولتين بأريحية. هناك فقط منفذ الوديعة في محافظة حضرموت اليمنية وأيضا مع الحدود السعودية الذي ما زال يعمل حتى الآن ويستطيع المواطنون التنقل من خلاله. هناك أيضا منفذ مهم وهو منفذ المهرة باتجاه عمان والذي أصبح سبيلا آخر لليمنيين الذين يريدون الذهاب إلى مختلف دول العالم، يستطيعون التنقل باتجاه محافظة المهرة اليمنية في أقصى شرق اليمن ومن ثم الدخول عبر عمان، ومن هناك يحصلون على التأشيرات والفيز إلى الدول التي يريدون الذهاب إليها. إذن نريد أن نشير أيضا هنا إلى أن عمان منحت تسهيلات كثيرة لليمنيين للوصول إلى هذه السفارات والسفر عبرها. هناك أيضا مطار الحديدة هو تحت سيطرة الحوثيين ومطار صنعاء، وهما من أهم المطارات اليمنية وأيضا هما مطاران دوليان. هناك مطار عدن المتوقف منذ دخول الحوثيين إلى عدن في 2015 ويعمل بشكل جزئي أحيانا، وحتى الآن لم يعمل بطاقته الكاملة. إذا مشاهدينا مرة أخرى ينضم إلينا عبر السكايب المحلل السياسي الدكتور فيصل علي. إذا دكتور فيصل، قبل قليل كان دكتور عادل يتحدث بأن الضغوطات الدولية والأممية دفعت التحالف إلى إعادة فتح المنافذ، هل تتفق مع هذا الطرح؟ بكل تأكيد الضغوطات الدولية والمنظمات الإنسانية والضغوط الإعلامية التي يمارسها الشعب اليمني عبر وسائل الإعلام المختلفة، وسائل الإعلام اليمنية أيضا، الكل مستاء من هذا الإغلاق. في لحظة غضب يغلقون المنافذ التي يستخدمها المواطن، يستخدمها الشعب اليمني، ولا تستخدمها سلطات الميليشيا ولا يعني وليست منافذ عسكرية، ولا يتم تهريب الأسلحة منها. هم يعلمون جيدا أن هذه الأسلحة يتم تهريبها عبر الشريط الساحلي الممتد من ميدي إلى حدود المهرة. هذا الشريط الساحلي بإمكان أي قوة دولية أو قوة عسكرية أن تمرر عبره الأسلحة عن طريق التهريب، وليس شرطا أن تمر عبر المنافذ. واحد من هذه المنافذ منفذ الوديعة ما بين اليمن والسعودية. لماذا يتم إغلاقه؟ هل يتم تهريب السلاح من اليمن إلى السعودية أو العكس؟ لماذا يتم مثلا إغلاق المنفذ ما بين اليمن وعمان؟ هل يتم تهريب الأسلحة عبر منفذ
رسمي؟ لا هناك بالطبع، لا تهديدات، كان تهديدات بأن هناك طريق تهريب يأتي من عمان باتجاه الحوثيين عن طريق المهرة. لكن هنا سؤال دكتور فيصل، ما رأيك بموقف الحكومة اليمنية من قرار كهذا نابع أو صادر من التحالف العربي؟ الحكومة اليمنية يعني لا يخرج رأيها عن رأي الناس الذين يعني شعروا بالحسرة من هذا القرار، لأنه يحاصر المواطن اليمني ولا يحاصر الانقلاب ولا يحاصر قوات الانقلاب. من يريد إيقاف مرور الأسلحة إلى اليمن عليه محاصرة الشريط الحدودي الممتد وحراسته ومراقبته جيدا. 3000 كيلومتر ساحلية، هذه تريد رقابة شديدة إذا كانوا يريدون عدم تسرب أسلحة متطورة وأسلحة باليستية، صواريخ باليستية إلى الميليشيات الانقلابية. فليقوموا بحراسة هذه السواحل جيدا، وأن يتركوا للناس منافذهم. الشعب اليمني يعني مثل بقية شعوب العالم يريد أن يتحرك من وإلى اليمن لمختلف الأغراض ولمختلف الأسباب. لا يجب معاقبة الشعب اليمني لخطأ ارتكبته عصابة أو ارتكبته مجموعة من الميليشيات. نعم. طيب دكتور فيصل، يعني والحديث عن الحكومة الشرعية، طبعا لم يكن موقفها واضح، فقط مدير مكتب رئاسة الجمهورية تحدث بأن هذا الإجراء مؤقت. وهنا أعود إلى دكتور عادل. دكتور عادل، مثلا لنأخذ على سبيل المثال نائب وزير النقل في الحكومة الشرعية ناصر شريف، قال إن إغلاق الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية يعد حصارا غير مبرر لشعب يعاني كل صنوف المعاناة. ثم تحدث عن التحالف العربي وقال كنا نعول أنهم أتوا لمساعدة الناس وليس لجعل اليمن سجنا كبيرا وسلب سيادته وقراره الوطني السيادي على أرضه وبحره وأجواءه. هذا الموقف الصادر من مسؤول حكومي كيف يمكن تفسيره؟ حقيقة هناك غضب وهناك سخط شعبي كبير، لا يمكن السكوت على عمل عدواني كبير كهذا، إغلاق المنافذ عمل إعلان حرب حقيقة ضد الشعب اليمني وضد الاقتصاد اليمني المنهك، وقلنا والذي تعرض خلال سنوات كبيرة جدا لكثير من الضربات. وبالتالي أعتقد أن هناك عمل عدواني فج ضد المجتمع اليمني بغض النظر عن الحوثي الانقلاب وبغض النظر عن الشرعية. هناك شعب يمني أيضا يعاني، وبالتالي من حق الشرعية أن تتدخل باعتبار أنها هي ممثلة للشعب اليمني ككل، وبالتالي لا يمكن القبول ولا يمكن السكوت عن عمل كهذا. هناك انقلاب يمارس عدوانا ضد المملكة العربية السعودية، وهناك شرعية تقاتل في كل الجبهات، كان المفترض أن تدعم وترفاد بشكل كبير بحيث أين تقدمها. تعتقد بأن التحالف اتخذ هذا القرار ولم يستشر الحكومة الشرعية؟ بلا شك الحكومة الشرعية هي الحلقة الأضعف في المشهد اليمني، نتيجة أيضا قلنا لعمل ممنهج من التحالف. أعتقد أنه التحالف يختطف تماما الشرعية في اليمن، وهو يتخذ قراراته بدون إذن الشرعية، وهذا واضح من خلال سياق كل العمل العسكري والسياسي في اليمن. الشرعية ليس لها دور، الشرعية معتقلة ومختطفة في المملكة العربية السعودية، من بيده كل الأمور، زمام الأمور هي المملكة العربية السعودية والإمارات، وواضح هذا بشكل جلي في الجنوب من خلال تحرك الإمارات وإقامة قواعد ثابتة لها وأجندات أيضا ضد الشرعية، ومنها الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي اصطدم بأجندات شرعية وهو الآن خارج الوطن. سنتحدث عن الرئيس عبد الرب منصور هادي في المحور الثاني، وأيضا عن المعلومات التي تتحدث عن أنه كان تحت الإقامة الجبرية أو ما زال، لا أحد يعرف. لكن في آخر دقيقة من هذا المحور أريد أن أوجهها للدكتور فيصل. دكتور فيصل، البعض يعني التأثير الرئيسي لقرار الإغلاق كان للمواطنين، فكيف تنظر لاستقبال المواطنين اليمنيين لمثل هذا القرار؟ بالتأكيد الشعب اليمني رافض لمثل هذا القرار، ولكن هذا القرار كما تحدث مندوب الحكومة وكما علمنا من عبر وسائل الإعلام هو كان قرارا جزئيا، إغلاق جزئي، وقد تم الفتح تقريبا وتحرك الناس زملاء عن طريق منفذ عمان، غادروا من هنا من ماليزيا وعادوا إلى اليمن، وأناس أتوا آخرين. قرار المنع كان جزئي، ونأمل أن لا ما الذي يفسر بأن الأسعار الغذائية ما زالت مرتفعة حتى الآن وطوابير الوقود ما زالت مستمرة؟ الميليشيات الانقلابية هي ترتكب هذه الكوارث منذ أن سيطرت على السلطة،
تقوم بالمتاجرة والتلاعب بالأسعار لتزداد أرباح المشرفين وقيادة أنصار هذه الجماعة الانقلابية، وليس قرار الإغلاق الذي لم يستمر لأيام. طيب نعم. يعني تقصد بأن الحوثيين يستغلون مثل هذه الأزمات ويقومون باحتكار الوقود وبيعها في السوق السوداء لتمويل حروبهم، هذا ما تريد أن تقول؟ نعم، هذا ما أحب أن أؤكد عليه، لأن لهم سوابق عديدة، وكل فترة وفترة حتى والمنافذ غير مغلقة، وما زال مطار عفوا ميناء الحديدة مفتوحا بأيديهم، ويفتعلون هذه الأزمات لتزداد أرباحهم. إذن يعني عن طريق مصادرنا الموجودين في الميدان يتحدثون عن ارتفاع كبير في أسعار الوقود، يعني نتحدث مثلا عن ارتفاع الغاز المنزلي إلى حوالي الضعف، أي 200%، وبالحديث عن يعني الأوضاع الاقتصادية والمعيشة للناس التي صارت سيئة جدا بسبب استمرار الحرب لعامها الثالث، وأيضا استثمار الحوثيين لمثل هذه الأزمات ورفع أسعار المواد الغذائية عن طريق تجارهم الذين ينشطون في السوق السوداء. ملف آخر مشاهدين الكرام سنتناوله في المحور الثاني، المتعلق بلقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس عبد ربه منصور هادي بعد يومين مما نشرته وكالة الأسوشيتد بريس بأن الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية في الرياض، وأيضا لقاء محمد بن سلمان بقادة حزب الإصلاح. إذن فاصل قصير وبعدها نعود، ابقوا معنا. على اليسار فصاحبنا هذا برنامج الانتفاضة العربية، برنامج أضواء على الأحداث، في أضواء على الأحداث، على مصر ليس نفذ على محافظة سوريا في أسبوع، وفي محطات مغاربية حلقة جديدة من أوراق تركية، من برنامج بانوراما فلسطينية، ونتوقف ملفات إرسالية الأسبوعي من قناة الحوار. الحقيقة أن نرى موقف الناس في كل البلدان العربية. عندي شغف باستمرار للقراءة وإعادة القراءة. الحقيقة غسيل عبيدة تفرض نفسها، وكأن البعض في المخابرات وفي الجهاز القضائي بدأت الحوار أبعاد لا تنتهي. أهلا بكم من جديد. إذن لقاء جمع الرئيس اليمني بولي العهد السعودي بن سلمان الأسبوع الماضي، هو لقاء اعتيادي أم طريقة لدرء الشكوك ونفي الأخبار المتعلقة بوضع الرئيس اليمني قيد الإقامة الجبرية هو وعائلته حسب ما نقلته وكالة الأسوشيتد بريس. في هذا المحور نتعرف على دلالات هذا اللقاء وما هو وضع الرئيس اليمني اليوم، إضافة إلى تناول اللقاء الآخر الذي عقده ولي العهد السعودي مع قادة حزب الإصلاح للمرة الأولى، خاصة وهو يتعرض هذا الحزب لهجمات وحملات متصاعدة في المحافظات الجنوبية من قبل القوى المحسوبة على الإمارات. إذن ما هو أبعاد هذا اللقاء؟ أعود مجددا إلى ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عادل المسن، الباحث في العلاقات الدولية. دكتور عادل،
كيف تفسر هذا اللقاء، أو ما هي قراءتك لهذا اللقاء الذي جمع الرئيس اليمني بولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟ أعتقد هناك سياقات كثيرة يمكن النظر إلى هذا الحدث المهم. أعتقد أنه السياق الأول، هناك تغيرات جوهرية داخل المملكة العربية السعودية الممثلة أيضا بالاعتقالات الكبيرة والإقالات الكبيرة لطيف واسع جدا من في السلطة السعودية، وهناك أيضا حالة سياق آخر أيضا في التسخين الإقليمي في مسألة لبنان والصراع أيضا مع إيران. أيضا هناك حالة أيضا من أيضا وجود يعني شعور جديد داخل المملكة العربية السعودية تريد أيضا أن تصدره للمملكة وأيضا خارج المملكة، بأن هناك قيادة جديدة أيضا لها أيضا استراتيجية جديدة في التعامل سواء مع الداخل السعودي أو مع الإقليم أو حتى مع الأحداث في اليمن، على اعتبار أن هناك فشل كبير في سياساتها في لجم التداعيات الموجودة في اليمن وفي انعكاسات الحرب أيضا على الشارع السعودي خلال 3 سنوات في عدم قدرة المملكة العربية السعودية على حسم المعركة وأيضا قدرة الانقلاب في تطوير منظومته التاريخية وضرب المملكة العربية السعودية. هناك حالة من التململ داخل المملكة العربية السعودية، أرادت القيادة الجديدة أن توحي بأن هناك تغيرات وهناك استراتيجيات جديدة ترسمها هذه القيادة الشابة في المملكة العربية السعودية سواء تجاه الإقليم أو تجاه الأحداث في اليمن، وفي قلبها الحزب الأكبر وهو الإخوان المسلمين التي كانت أيضا تنتهج المملكة العربية السعودية والإمارات أيضا عمل عدواني ضد الإخوان الإصلاح وتعتبره أيضا حركة إرهابية في اليمن. طيب. أعتقد أيضا طيب تفضل دكتور عادل أكمل النقطة، لأننا سنذهب إلى تقرير بسيط نوضح فيه أو نذهب في إطلالة سريعة يعطينا بعض التفاصيل عن هذا اللقاء إن أردت إكمال النقطة هذه. هناك نقطة أيضا أريد أضيفها، أن هناك حالة من التململ داخل المجتمع اليمني أودى بكثير من الأحزاب السياسية، وأيضا هناك عمل مجتمعي كبير بدأ أيضا نتيجة لحالة الجمود الكبيرة التي في ظل علاقته مع التحالف بدأ أيضا يتصدر مشهد سياسي وعسكري حتى في اليمن، نشهد في تعز هناك اصطفاف كبير لعمل الأحزاب، بدأت أيضا تتطلع إلى عمل حتى في العمل العسكري في مواجهة الانقلاب، بدأ هناك عمل أيضا يتشكل في اليمن، أراد أيضا التحالف من خلال أيضا ترميم هذه العلاقة ومحاولة أيضا إصلاح ما أمكن مع الحزب الأكبر في اليمن وهو الإصلاح. سنعود إلى هذه النقطة وعن طبيعة تواجد وحجم تواجد هذه القوى السياسية الفاعلة على الميدان، لكن قبل ذلك نشاهد هذا التقرير وبعد نعود. لقاء يجمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس هادي بعد يومين من نشر وكالة أسوشيتد بريس خبرا عن وضع السعودية للرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية في الرياض مع نجليه وعدد من وزرائه ومسؤولين حكوميين وعدم السماح لهم بالعودة إلى اليمن. هل جاءت هذه التحركات كجزء من ترتيبات سياسية جديدة للتحالف العربي؟ أم أنها لا تعد أن تكون درا للرماد على العيون ومحاولة نفي ما جاءت به وكالة الأسوشيتد بريس عن وضع الرئيس اليمني؟ الواضح في الأمر بأن هادي لم يعد إلى عدن حتى الآن، ويبدو من خلال القرارات التي أصدرها هادي مؤخرا بإنشاء لجنة لمتابعة نتائج اللقاء بولي العهد، فإن وعودا اقتصادية قدمتها السعودية لليمن، ومن بينها وديعة سعودية تقدر بملياري دولار للمساعدة على استقرار العملة اليمنية التي تشهد تدهورا مستمرا. وفي إطار تسلسل الأحداث السياسية المتسارعة، التقى ولي العهد أيضا بقادة حزب الإصلاح لأول مرة منذ قدومهم إلى الرياض في 2015، تطور تم قراءته على أكثر من صعيد، فحزب الإصلاح الذي يمتلك قوة ميدانية كبيرة ومشارك فاعل في المعارك ضد الحوثيين بات مستهدفا اليوم من قبل قوات أمنية تتبع التحالف العربي في المحافظات الجنوبية، ولعل الأحداث الأخيرة المتعلقة باستهداف أعضائه بالاعتقالات والتصفيات وإحراق مقرات الحزب من قبل قوات الأمن التابعة للإمارات قد أثارت حالة غليان وفقدان للثقة من قبل الحزب ضد التحالف. لقاء للرئيس هادي وقادة حزب الإصلاح مع من بات يعده الكثيرون بأنه الملك الفعلي للسعودية محمد بن سلمان، هل بات التحالف يدرك خطأ تهميش واستهداف الحكومة اليمنية والقوى السياسية اليمنية؟ أم أنه مجرد لقاء عابر تتناقله وسائل الإعلام؟ الأيام القليلة القادمة
قد تكون كفيلة بإظهار النتائج. إذن ولمزيد لتسليط الضوء أكثر حول هذه القضية ينضم إلينا عبر الهاتف نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح سيد عدنان العديني. سيد عدنان، إذن لقاء يجمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقادة حزب الإصلاح، وأيضا هناك تهيئة لإعلان تحالف سياسي شامل يشمل الأحزاب السياسية. إذن ما هي الترتيبات التي تجرى للمرحلة المقبلة؟ منذ البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك. منذ بداية المعركة الكبيرة، وكان هناك حديث من أكثر من جهة عن ضرورة وجود إدارة مشتركة للمعركة. الإدارة المشتركة للمعركة يمنية سعودية سيخفف من الكلفة، وأيضا سيجعل من الأهداف من تحقيق الأهداف أمرا ممكنا. تأخر هذه الإدارة المشتركة وتعثر إنجازها يعني كلف اليمن والسعودية كلفة كبيرة. هذه اللقاءات هي مؤشر إيجابي على توجهات نحو إدارة مشتركة للعمليات، بحيث أن العملية العسكرية تكون تحت الإدارة اليمنية خالصة. يعني التحالف يعني يبذل جهود كبيرة، يتحمل أعباء أكثر أمام المجتمع الدولي، هو أيضا الإعلام الدولي يكثف الهجوم عليه على اعتبار أنه القوة الوحيدة الفاعلة. وعودة الشرعية إلى الواجهة وعودتها إلى العاصمة عدن، هذا سيخفف وسيظهر أن هناك قوة يعني دولة يمنية حقيقية. هذا لمصلحة التحالف في المقام الأول. من مصلحة التحالف العربي أن تظهر اليمن على أنها دولة بقيادة وشعب وأحزاب سياسية فاعلة وناشطة في مواجهة الانقلاب. غياب القيادة اليمنية، القيادة الشرعية اليمنية عن المشهد وعدم عودتها إلى عدن، يجعل الأمر يبدو وكأنه هناك حرب ما بين اليمن والسعودية، والحقيقة ليست كذلك. هي حرب ما بين الشعب اليمني وبين القوى الانقلابية. لذلك هذه التحركات كانت مهمة، وكان يفترض أن تكون منذ وقت بكر. سيد عدنان، في البداية تحدثت عن كان هناك مقترح لإدارة المعارك يمنية سعودية، ولم تقل يمنية مع التحالف العربي. هل ما يفهم من هذا الكلام بأن هناك ترتيبات فعلا يمنية سعودية بعيدا عن الإمارات؟ والله يا أخي، الطلب اليمني من قبل القيادة، من قبل الرئيس عبد الرب، كان للمملكة العربية السعودية. هو طلب من تحديدا من الملك سلمان. عندما رفعت المذكرة هي كانت للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية أنشأت التحالف، ونحن لما نتحدث عن السعودية بضمن نحن نتحدث عن التحالف العربي، لكن في المقام الأول هي السعودية. السعودية هي التي خطبت من قبل الجهة اليمنية، ثم الطلب قدم من المملكة العربية السعودية، وهي في الحقيقة في رأس الحربة، وهي تستطيع تقول هي القوى الفاعلة في هذا التحالف. ولذلك من المهم جدا الآن وغدا على مدى 10 سنوات أن ينشأ تحالف استراتيجي ما بين اليمن والسعودية. هذا أمر طيب. يعني سيد عدنان، البعض يتهم الحكومة والقوى السياسية والأحزاب اليمنية بأنها تحولت إلى تابع وليس إلى شريك للتحالف العربي. هل ما نراه الآن من هذا التحالف السياسي الواسع الذي تحدث عنه سيمثل قوة في الميدان ويكون كشريك لا تابع؟ بالنسبة للتحالف السياسي الذي يحضر له وسيعلن من عدن، هو تحالف سياسي مكونة الشرعية. نحن في النهاية عندما نتحدث عن بعض الأخطاء التي تمارس على الأرض، حديثنا ينصب في الحقيقة في يعني نقدا للحكومة والدولة اليمنية. نحن مواطنين يمنيين، لا نتحدث عن التحالف العربي، بل نتحدث عن الشرعية وعن الحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية معنية بتصحيح الأخطاء أو بتعديل الاتفاقات التي تمت بينها وبين الدول الأخرى. الأحزاب السياسية ليست معنية بتقييم علاقات يعني بتقييم التحالف أو السعودية أو الإمارات أو أي دولة كانت. بالعكس، نحن حديثنا ينصب نحو تقييما ونقدا وتصحيحا ودعما واسنادا للحكومه اليمنيه وللرئاسه والرئيس عبد الرب هاني. اذا اشكرك جزيل الشكر سيد عدنان العديني، نائب رئيس الدائره الاعلاميه لحزب التجمع اليمني للاصلاح. وهنا اعود الى ضيفنا عبر السكايب الدكتور فيصل. دكتور فيصل، لعلك استمعت الى ما قاله عدنان العديني قبل قليل عن هذا اللقاء الذي جمع قاده حزب الاصلاح بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ما رايك؟
العلاقات ما بين التجمع اليمني لإصلاح المملكة العربية السعودية تمتد إلى تأسيس هذا الحزب والذي كان على قيادته الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. ومعروف أن علاقة الشيخ الأحمر بالمملكة العربية السعودية هي علاقات يعني كانت علاقات قوية وذات طابع استراتيجي، لا يوجد هناك خلافات كما يحب بعض الإخوة أن يشير إليها بأن هناك خلافات ما بين المملكة والإخوان في اليمن. الحزب الإصلاح أعلن أكثر من مرة كمراقبين يعني نقرأها يعني نقرأ هذه الإعلانات أنه يعني تبرأ أو أعلن أنه كيان يمني وطني لا علاقة له بمسمى الإخوان المسلمين، وكان هذا الكلام يعني أخذ حقه من النقاش. المملكة العربية السعودية لها علاقات قائمة سابقة ولديها علاقات حالية، وكان اللقاء بقيادات حزب الإصلاح يعني يأتي في سياق لقاء الرئيس هادي بولي العهد، وهو في إطار يعني اللقاء مع الحكومة مع الشرعية ومستشاري الرئيس هادي عبد الوهاب الآنسي واليدومي، هما مستشاري للرئيس، ويأتي في سياق دعم الشرعية. إذا تنظر أنت لهذا اللقاء بأنه لقاء مع مستشاري الرئيس هادي وليس مع قادة حزب الإصلاح؟ لا 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 لم أقول كذلك، لكنه هما مستشاران للرئيس ويقودان حزب الإصلاح، ويأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية للشرعية وللرئيس هادي، وليس خارجا عن هذا السياق. طيب هنا أعود إلى دكتور عادل. دكتور عادل، نقطة مهمة تتعلق بطريقة تعامل التحالف العربي مع القوى السياسية الموجودة في اليمن. يقول البعض وينتقد التحالف العربي ويقول لماذا يتعامل التحالف العربي مع قوى سياسية وأحزاب وجماعات ولا يتعامل رأسا مع الحكومة الشرعية؟ على أي أساس يقوم التحالف العربي مثلا بأن يتعامل مع حزب الإصلاح، أو أن تقوم الإمارات بأن تتعامل مع قوى موجودة في الجنوب، أو أن تقوم عمان بأن تتعاون أو تتعام يعني توجد صلات مشتركة مع قوى موجودة في الشرق؟ فهل لهذا التعامل والعلاقات أساس من الصحة؟ أولا أعتقد أنه السياق المهم لمقابلة الأخ قصدي ولي العهد بقيادة الإصلاح يأتي في صلب في ظل ما مشيع داخل أروقة المجتمع الدولي وفي اليمن أيضا حول إقامة الرئيس هادي تحت ظروف الإقامة الجبرية في المملكة العربية السعودية، وهناك تناول واسع عبر الصحافة الدولية والإقليمية وحتى داخل المجتمع اليمني، هناك أصوات بدأت ترتفع بشكل كبير، وهناك إشارات كثيرة توحي بأن الرئيس هادي وحكومته أيضا تحت الإقامة الجبرية، وبالتالي جاءت هذه الزيارة في سياق أيضا التهرب ورفع الحرج عن المملكة العربية السعودية جراء ما تمارسه ضد هادي وأحزاب اللقاء وأحزاب الممثلة للشرعية في اليمن، فأتت متزامنة يعني اللقاء مع هادي مع أيضا حزب الإصلاح لمحاولة أيضا التملص والتهرب عما ينشاء ضد المملكة العربية السعودية. هذا جانب. أما ما ذكره أخي فيصل حول علاقة حزب الإصلاح التاريخية مع المملكة العربية السعودية، أعتقد أنه تجاوز للواقع الثوري الكبير التي أيضا في صلبه يأتي حزب الإصلاح الذي أيضا يقود عملية تغييرية واسعة، وهو أيضا في مقدمة الأحزاب التي ألهبت الشارع اليمني وأخرجت المخلوع وأسقطت النظام الاستبدادي الممثل بالمخلوع في اليمن، وبالتالي جاء التحالف ليضرب هذه الثورة وفي قلبها الإصلاح، وهناك صراع طويل وممتد تقود الإمارات العربية في الجنوب تستهدف في قلب هذه الثورة الإخوان الإصلاح، وبالتالي المملكة العربية السعودية هناك عمل ممنهج يقود التحالف ضد الثورة وفي قلبها حزب الإصلاح، وينبغي التأكيد على هذا وعدم تجاوز الحقائق حتى نكون موضوعين. طيب، وحتى نوصل حزب الإصلاح الذي تتحدث عنه وربما يهول الكثير عن هذا الحزب، ما هو حجم تواجده في الميدان؟ حزب الإصلاح هو من أكبر الأحزاب الموجودة في الميدان، وهذا معروف ومدرك لدى الجميع، وهذا ليس محل نقاش، أعتقدنا مسلمة ثابتة لدى المجتمع اليمني ولدى الخارج. الحزب الإصلاح هو أكبر حزب موجود في الساحة اليمنية وله حضور واسع سواء في المقاومة الموجودة في مأرب أو في تعز أو في غيرها من الجبهات، أو سواء على المستوى السياسي أو حتى العسكري وعلاقاته أيضا بالقبائل أو بالجيش
الإسلام صالح، ومن ثم إلى الآن زاد تكثرا وزاد أيضا عمقا نتيجة أيضا لارتباطه الوثيق بحركات بتطلعات الجماهير وأيضا بالحركة الثورية ثورة فبراير، وأيضا كونه أيضا الحزب الداعم للشرعية. وبالتالي هذا ربما يعني يقول بعض ما يخيف التحالف أكثر عندما تطرح هذا الكلام، بأن له قوة متجذرة في الجيش وفي أيضا السياسة وما إلى ذلك. دكتور فيصل، الحديث عن الإصلاح، ونلاحظ في الفترة الأخيرة بأن هناك حملات إعلامية وأيضا ميدانية كبيرة ضد حزب الإصلاح في الجنوب، هل تعتقد بأن مثل هذا اللقاء سيوقف مثل هذه الممارسات ضد حزب ضد يعني منتسبي حزب الإصلاح من اعتقالات وتصفيات وحرق لمقراتهم في عدن؟ كانت أعمال طفيفة وصبيانية تنتهجها قوى اليسار وما تلبست به من لبوس جديد المجلس الانتقالي. تقول قوى اليسار ونائب رئيسها هو سلفي معروف هاني بن بريك. هاني بن بريك لا سلفي ولا هم يحزنون، هاني بن بريك طالب الله مثله مثل بقية القوى التي تبيع بحسب الطلب. أحب أن أؤكد يعني على نقطة مهمة، وهي أن الرئيس هادي لم يكن قيد الاعتقال ولم يكن قيد الإقامة الجبرية، وكل تلك الإشاعات التي يعني انتهجتها بعض وسائل الإعلام الدولية كانت بعيدة عن الصحة. عندما قالوا أنه اعتقل وحكومته، كانت حكومته في نفس اليوم قد غادرت إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ، مؤتمر شبابي شارك فيه دولة رئيس الوزراء، كان نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن في الميدان، كان الرئيس هادي يلتقي بمحمد بن سلمان. ربما كان لكن هذا لكن وكالة الأسوشيتد بريس قالت بأنه تم منع الرئيس هادي من العودة إلى عدن، إذن ما الذي يمكن أن نسمي ذلك؟ الرئيس لم يعد إلى عدن، وأنتم تعلمون ماذا في عدن. عدن هي فخ وليست عاصمة. أخطأت الشرعية عندما سمت هذه المحافظة عاصمة وهي غير قادرة على فرض إرادتها. هناك خلايا نائمة تتبع قوى دولية وقوى إقليمية، وتتبع المخلوع وتتبع قوات الميليشيات التابعة لإيران، ما زالت متواجدة في عدن وتثير القلاقل والفوضى والإرهاب، بالإضافة إلى دخول الإمارات كلاعب كبير. طيب الإمارات، تتحدث عن الإمارات دكتور فيصل، هي حليفة للسعودية وهي مشاركة ضمن التحالف العربي، نتحدث عن وقائع موجودة مثلا دكتور فيصل اسمح لي، مثلا عندما جاء الرئيس هادي إلى عدن لم يتم السماح لطائرته بالنزول واضطر إلى التوجه إلى سقطرى، إذن من هو المهدد الرئيس عبد المنصور هادي من أن يعود إلى عدن؟ الإمارات، أنت ذكرتها بعظمة لسانك، الإمارات لا تريد الرئيس أن يعود إلى عدن. هناك يعني تباين في الموقفين السعودي والإماراتي. السعودية والملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان قال بالحرف الواحد أن هناك خوف على حياة الرئيس هادي من العودة إلى عدن، وهذه يعني لا نستطيع إنكار هذه المخاوف. وجود الرئيس هادي في الرياض لا يعني أنه معتقلا، هو اليوم نتحدث عن إقامة جبرية، وهو منذ أمس يزور ألمانيا الاتحادية. ربما نكون قد تجاوزنا الواقع، لا يوجد هناك معلومة، كل ما يوجد حول هذا الموضوع هي وجهات نظر وتباينات في تحليلات للموقف لا أكثر. نعم. طيب إذن أشكرك جزيل الشكر دكتور فيصل علي المحلل السياسي، كنت معنا عبر السكايب من ماليزيا. دكتور عادل، في آخر دقيقتين من البرنامج، اللقاء الذي جمع الرئيس هادي مع بن سلمان تم على إثره تشكيل لجنة لمتابعة هذا اللقاء من قبل رئيس الجمهورية، والحديث هنا عن المواضيع الاقتصادية بأنه السعودية ستدعم استقرار الريال اليمني، هل تعتقد بأن الظروف الاقتصادية ستتحسن بعد هذا اللقاء؟ يا سيدي، المملكة العربية السعودية دعمت ب 2 مليار، أعتقد أنه لا يسوي حجم ما كوديعة. نعم، لكن هناك أضرار اقتصادية هائلة ومهولة نتيجة أيضا لمنع إيقاف لغلق المنافذ البرية والجوية. أعتقد أنه حجم التعويضات التي يجب أن تدفع المملكة يفوق هذا المبلغ بكثير. أعتقد أنها أضرت بالاقتصاد اليمني بشكل مروع وقفزت الأسعار بشكل كبير، وهناك حالة تداور مريع في العملة وفي الاقتصاد، وبالتالي تأتي وتدعم 2 مليار ليس أي شيء أمام ما ارتكبته من جريمة خرقاء في حق الشعب اليمني. هذا مسألة.
مسألة بالنسبة للاعتقال ما ذكر على الإقامة الجبرية أعتقدنا مؤكدة، وحركة هذه هنا وهنا تؤكد أنه أن المملكة العربية السعودية تريد أن تتحرر من الضغوط التي تمارس ومن الأجواء التي تشير بشكل قاطع بأنه تحت الإقامة الجبرية. ما يمارس هذه وخرج من اليمن عنوة نتيجة لضغط ونتيجة لاصطدام مباشر بأجندة الإمارات. هناك جيوش قرارة موجودة تسبح في الجنوب تدعم بشكل مطلق لمنع هذه وضرب أيضا وحدات الموجودة في الجنوب. هناك عمل ممنهج يقود التحالف لطرد الشرعية وإضعافها في الجنوب، وبالتالي هو لا يستطيع حتى يبقى في المملكة العربية السعودية تحت الإقامة الجبرية. وفرت المناخ لطرده بشكل كامل من الجنوب، وهو الآن مقام بشكل قسري في المملكة العربية السعودية. لا يستطيع، ليس بإمكانه، هو عاجز عن أن يعود نتيجة لهذا العمل الممنهج التي تقوده دول التحالف. لكن هو قال بأن السعودية تريد حمايته، وقال هنا التباين في المواقف بين السعودية والإمارات. يقول فعلا الإمارات تريد منع الرئيس من هذه من العودة إلى بلاده، لكن السعودية تقوم بالمقابل بحمايته من أن يتعرض لأي عملية اغتيال أو أي عملية اعتداء. هذا لا يبرر، هذا أعتقد لا يبرر. بإمكان المملكة العربية السعودية، أولا لا يجب الفصل بين العمل السعودية والإمارات. هناك عمل، هناك غرفة مشتركة لهاتين الدولتين، وهما جاءتا أيضا لدعم واستعادة دولة وشرعية هذه، وبالتالي لا ينبغي الفصل حول حدث مهم جدا يخص رئيس الجمهورية ويخص الشرعية، وبالتالي هذا عمل غير مقبول على الإطلاق، الفصل بين تبادل الأدوار لهذين الدولتين. هذا أمر. الأمر الثاني، بإمكان المملكة العربية السعودية أن توفر منطقة خضراء في عدن لحماية رئيس هادي، أو بإمكانها أن تذهب به إلى مأرب وتوفر له إقامة آمنة أو في عدن. الشرعية عودتها مهم جدا للمعركة وللتحالف وأيضا الانقلاب ودحر الانقلاب في اليمن. بقاء الشرعية خارج الوطن خلال 3 سنوات يضر بقضيتنا ويضر بسمعتنا وجارح للمشاعر الوطنية للشعب اليمني وللكرامة والسيادة في اليمن. إذا أشكرك جزيل الشكر الدكتور عادل مسني، الباحث في العلاقات الدولية، كنت ضيفنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، أشكركم أنتم أيضا على طيب المتابعة. نلتقيكم في حلقات مقبلة. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء.